ويبقى الوضع الإنساني في قطاع غزة الملف الأبرز الذي يؤرق العالم، حيث يعيش القطاع أسوأ مراحله الإنسانية نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل عليه منذ نحو شهر. فمن سلم من القصف الإسرائيلي ينتظر الموت في ظلام حالك، إما عطشاً أو جوعاً. وللجرحى فيما تبقى من مستشفيات صحية أنهكتها الحرب وأخرجتها عن الخدمة مآس يراقبها المجتمع الدولي بصمت مطبق. فالأمم المتحدة لا حول لها ولا قوة غير إعلانها أن العالم أصبح غير قادر أو غير راغب في التحرك إزاء ما يجري في غزة. وأضافت أن القصف الإسرائيلي يرقى إلى جرائم حرب، لكن من سيحاسب تل أبيب على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين؟ لا أحد. فواشنطن وعواصم الغرب تقف خلفها وتدعمها وتنشر بوارجها الحربية في المنطقة لدعمها وحمايتها من أي تدخل. على الجانب الدبلوماسي، بدأت دول عربية وأجنبية سحب سفرائها من إسرائيل وطرد سفراء الأخير من أراضيها، وهو موقف يعبر عن رفض تلك الدول استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة. لكنه حسب مراقبين لا يرتقي إلى إيقاف الحرب، خاصة في ظل إصرار تل أبيب على الاستمرار فيها وإغلاقها الأبواب أمام أي مقترحات قد تقود إلى حلول تنهي الحرب. فرئيس حكومة إسرائيل أعلن أن أمام حماس إما الاستسلام أو الموت. قابلته حماس برد معاكس حين أكدت أنها ستجعله يجثو على ركبتيه ويعلن الاستسلام. ومع كل هذا يستمر عداد الضحايا في الارتفاع مع المجازر الإسرائيلية التي ترتكب في غزة بصورة شبه يومية في ظل ضبابية الحلول أو غيابها.